يا لهاث الستين في خطوة السبعين، ماذا هناك في الأعماق؟ ماذا هناك في الأعماق؟ عاد كل التاريخ في عمري المكدود، ذكرى تغيب في أوراقي، ذكرى تغيب في أوراقي. واستراح الشباب في غمرة الوجدان، واستراح الشباب في غمرة الوجدان، في أريحية الأشواق، وتوارت طفولة الحب في الشيب تناغيه في الزمان الباقي. وأنا ها هنا أعيش الرسالات كما الضوء في مدى الآفاق، أستحث الصراع في ملتقى الفجر، في ملتقى الفجر، وأحياه جذوة في احتراقي. لست ذاتا، لست ذاتا تعيش للهو في وحي اللذاذات، في هوى واشتياقي. لا يعيش الضباب في أفق أحلامي خيالا في غمرة استغراقي. أنا في الشمس، أنا في الشمس توقظ الصحو في عيني نورا يموج في الأحداق. يا لهاث الستين، هل ترهق الروح الديادي مع السنين البواقي، أو تراني أثير خطوي في الساحة جريا في موعد الإشراق؟ إنها رحلة الحياة مع الله، إلى أين يا امتداد السواقي؟ رب عمري، رب عمري منك امتدادات دنياه، إذا حمحمت خيول السباق أنا أهواك، ألتقي حبك السمح بروحي في موعد الانطلاق. أنا أهوى الحياة في درب رضوانك إن أبعد الطريق رفاقي، إن أبعد الطريق رفاقي. أنا أهواك إن أبعد الطريق رفاقي، أعطني من نداك ما يخصب الروح ويروي ظماي عبر الفراق، عبر الفراق، عبر الفراق. يا لهاث الستين، هل يبلغ السبعين عمري بالجهد والإرهاق؟ أعطني العمر للحقيقة أجلوها، حقيقة أجلوها، بعيدا عن الهوى والنفاق، بعيدا عن الهوى والنفاق. هو كل الطموح، هو كل الطموح، لا العبث اللاهي ولا الزيف في الوجوه الرقاق. خطوة خطوة، متى أبلغ الشاطئ يا موت، متى أبلغ الشاطئ يا موت، في مدايا الباقي.